يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل وأكثر أجرا، الشاكر الذي أتاه الرزق أو الصابر الذي قل رزقه؟ اختلف العلماء في أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. وذكر ابن القيم الخلاف في هذا في عدة الصابرين، كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. والراجح والله أعلم أن هذا بحسب التقوى، أتقاهم لله هو الأفضل، أتقاهم لله هو أفضلهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.